انت اكيد هيتابع معانا الجديد بالنسبه للكره المغربيه وما حدث في مباراه المغرب وبنين قبل استكمال تصريحات المديرين الفنيين في المؤتمرات الصحفيه النهارده. استاذ محمد، مساء الخير على حضرتك. مساء النور واهلا وسهلا بك وبضيوفك. اولا عايز اعرف يعني اثر خروج المنتخب المغربي ورد فعل الاعلام المغربي على هذا الخروج المبكر من دور ال16، خروج صادم مفاجئ للجميع، لكن تحللوا هذا الخروج ازاي او شايفين هذا الخروج ازاي؟ وصحيح خروج صادم، خروج مبكر، خروج غير متوقع للمنتخب الوطني المغربي من هذا الدور بالذات، وامام من؟ امام ليس امام مصر او الجزائر او السنغال، بل امام منتخب جد متوسط الذي هو منتخب بنين. اكيد هذا الخروج كان مدوي جدا، لا عند الصحافه المغربيه ولا كذلك الجمهور المغربي الذي صدم ليس فقط من النتيجه بل كذلك الاداء الهزيل الذي بصم عليه كل اللاعبين تقريبا، ما عدا استثناءات بسيطه التي تالقت في هذه اللقاء كالبديل سفيان بوفال او المدافع غانم سيس او مجموعه من اللاعبين التي تقدم اداء ثابتا. عكس ذلك فالكل ظهر بوجه شاحب جدا، لم يقدم ما كان مامولا منهم. كذلك هيرفي رونار لم نفهم مجموعه من لم يقدم اي لمسه خلال هذه البطوله، راينا توهان اللاعبين لا في المباراه الاولى وفي المباراة الثالثة، كذلك مباراة اليوم مباراة كانت مصيرية جدا، تلقينا هدفا في لحظة حساسة من المباراة. الجمهور المغربي هنا في مصر الذي أتى من أجل مساندة الفريق الوطني رد بقوة وانتقد كل من حكيم زياش على أول تضييعه ركلة جزاء وكذلك مستواه الباهت طيلة المباريات الأربعة التي خاضها مع المنتخب الوطني. انتقد كذلك بشدة هيرفي رونار الذي قال أنه جاء إلى مصر من أجل تحقيق إنجاز أفضل مما حققه في كان 2017، لكننا لاحظنا اداء هزيلا ومستوى اقل مما كان عليه الحال لا في مونديال روسيا ولا كذلك في كان 2017 للاسف. هل الاعلام المغربي او النهارده من خلال متابعتكم ورصدكم لكل ما هو جديد داخل المنتخب المغربي، ايه اللي حصل النهارده مختلف عن مباريات دور المجموعات؟ يعني المنتخب المغربي نازل مباراه بنين متصدر المجموعه، عنده ثقه، الناس كلها بترشحه، عنده افضل اللاعبين، عنده خط هجومي متميز جدا، لكن فجأة لقينا في توتر، في استعجال، في حالة همدان داخل المنتخب غير طبيعية. الأبرز لاعبين نور الدين مرابط، يونس بالهندة، عدم يعني ظهور حكيم زياش بالشكل اللائق منذ أول البطولة حتى الآن. إيه كل الأسباب؟ يعني مين المسؤول عنها؟ أو أنتوا شايفين الأسباب دي سببها مين؟ صحيح، الذي حدث هو أن هناك كانت هناك وعود من الناخب الوطني هيرفي رونار أن المنتخب الوطني سيتطور تدريجيا شيئا فشيئا مع مرور المباريات، وهكذا كان الحال وثقنا بكلام هيرفي رونار خاصة بعد الأداء الهزيل الذي كان أمام ناميبيا. لكن أمام كوت ديفوار انفجر العطاء للمنتخب الوطني وجميع اللاعبين قدموا مستوى رائع، قلنا ربما سيتطور المستوى تدريجيا ونراه منتخبا جيدا أمام جنوب إفريقيا، لكن العكس هو الذي حصل. يعني انتصرنا بهدف في آخر دقيقة من عمر المباراة، قلنا ربما مباراة البنين ستكون أحسن، لكن ما هو يعني متغير اليوم كما قلت في الجواب على السؤال الاول، لو كانت الهزيمه امام منتخب كبير مثل مصر او ربما نيجيريا او فريق من المنتخبات الكبرى في القاره الافريقيه كنا سنتقبل، لكن ان تخسر بهذه الطريقه. المشكله الذي كان اليوم ايضا هو تراجع مستوى مجموعه كبيره من اللاعبين، مثلا عندما لا يكون حكيم زياش ونرى يونس بالهندا او نرى نور الدين امرابط، لكن العجيب ان مجموعه كبيره من اللاعبين لم تكن في المستوى اليوم. نور الدين امرابط خرج، كذلك يونس بالهندا عند غادر المستقبل الاخضر قبل نهايه 90 دقيقه، حكيم زياش الحاضر الغائب، يعني اخطا في الدفاع، يعني عقم في الهجوم، ليس هناك مهاجمين بعد رحيل حمد الله، وجود فقط خالد بوطيب الذي كذلك اصيب، وتبقى مهاجم واحد الذي هو يوسف النصيري لدى المدرب هيرفي رونار. تصريحات هيرفي رونار كذلك في ندوه الصحفيه كان هناك نوع من الارتباك، لم يهضم بعد الهزيمه بهذه الطريقه. الكل في المغرب كان ينتظر أداء مشرفا من المنتخب وأن يذهب بعيدا على الأقل إلى نصف النهاية أو النهاية لمواجهة أحد عمالقة هذه الكان مثل الجزائر الذي أبان على مستوى كبير، وكذلك مصر الذي لديه دعم كبير من الجمهور وكذلك الأرض والجمهور. نعم أستاذنك برضو عايز أسألك على فكرة تسديد حكيم زياش لركلة الجزاء، ممكن خلال المباريات الأخيرة بيصادفوا سوء حظ كبير. أنا كنت على المستوى الشخص متوقع طالما عدم وجود فيصل فجر في التشكيله وكان موجود على دكه البدلاء غالبا كان هيشوط التسديده مبارك بصوفه. نعم
هو افترته بي داخل المنتخب الوطني. نعلم جميعا ان اللاعب رقم واحد الذي يسدد ضربات الاخطاء وكذلك ركلات الجزاء هو حكيم زياش. اذا وجوده في الملعب واعطاء ركله الجزاء للاعب اخر ربما سيجعل بعض الارتباك لدى حكيم زياش وكذلك بعض اللاعبين. ربما كانت كذلك نوع ربما حاول هيرفي رونار منحه الثقه لتسديد هذه الركله لاخراجه من 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 الوضعيه التي هو عليها وكذلك أن يكتسب بعض الثقة. لكن العكس هو الذي حدث. رأينا أن حكيم زياش لم يكن بتاتا في أي مباراة ولم يدخل أي مباراة بالمستوى الذي انتظرناه. ربما كان كذلك يعني تحليل لبعض كذلك كان لي حديث مع عزيز بودربالة اللاعب السابق للمنتخب المغربي هو أرجع سبب تراجع حكيم زياش للعروض الكثيرة التي نهالت عليه في الأونة الأخيرة. هو غير مركز مع المنتخب، لديه عروض من أرسنال من إسبانيا من هنا وهناك. ربما هذه كلها أشياء كذلك عامل حرارة ربما أثرت بشكل كبير على حكيم زياش. عموما آخر حاجة أستاذ محمد، عدم وجود عبد الرازق حمدول المهاجم المغربي الشهير وصاحب الرصيد الأعلى في الأهداف في الدوري السعودي، هل شايف المشاكل النفسية أو الأزمات اللي دخلت في معسكر منتخب المغرب كان لها تأثير على المغرب في هذه البطولة؟ لم يظهر بالمستوى اللائق بالإضافة إلى عدم وجود فرود بجوار يوسف النصير اللي خالد مطيب كان مصاب أغلب الوقت في البطولة الإفريقية. انا شخصيا لا ارى ان مشكل حمد الله اثر بشكل او باخر على الفريق الوطني المغربي، لان المده التي بقي حمد الله مع المنتخب قصيره جدا وهو لم يسبق له في السنتين الاخيرتين ان تواجد مع الفريق الوطني المغربي. اما بالنسبه للنقطه الخاصه بمهاجم راس حربه في الفريق الوطني فهو كان مشكل يعني ظهر قبل بدايه الامم الافريقيه، يعني في المباريات الوديه امام كل من غامبيا وزامبيا مدربي المنتخبين معا اكدوا في تصريحات خاصه لي ان المنتخب ينقصه مهاجم قناص. يعني قبل الدوره قال بان المنتخب ينقصه مهاجم قناص الذي يسجل ويحول الفرص الى اهداف. فما بالك ان حمد الله غير موجود، ان خالد بوطيب اصيب، فقط يتوفر لديك مهاجم واحد فقط وهو يوسف النصيري، وكذلك يوسف النصيري ربما يلعب كمهاجم مزور لا يلعب كرأس حربة يعني رئيسي. وشفنا كذلك الأخطاء الكبيرة التي ارتكب والكرات الكثيرة التي ضيعها رغم تسجيله الهدفين، إلا أن ربما لو كان هناك رأس حربة يعني ثابت مثل ربما خالد بوطيب أو أحسن منه أو عبد الرزاق حمد الله ربما كنا نرى أهداف أكثر مما سجله الفريق الوطني في هذه النسخة. هيرفي رونار مستمر ولا خلاص كده انتهى مشواره مع المنتخب المغربي؟ هو هيرفي رونار كانت هناك توقعات كثيره ان اخر مباراه في الكاس تكون هي الاخيره له على المنتخب. طرحنا عليه هذا السؤال في الندوه الصحفيه واجاب ان اللحظه ليس هناك اي قرار، القرار سوف يتم اتخاذه في الوقت المناسب اي بعد العوده الى المغرب والانتظار والتداول مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لكن انا شخصيا لا ارى ان ربما هيرفي رونار سيستمر لمجموعه من المعطيات، انه خاض كاسين قاريين مع المنتخب وكانوا الفشل طبعهما معا، كذلك هناك جيل كبير من اللاعبين سوف يعتزل، مبارك بوصوفا، كريم الاحمدي، ربما كذلك مهدي بن عطيه، نور الدين رابط من صحيح نور الدين امرت ربما في سنة أو سنتين، لكن هناك مجموعة من اللاعبين ستغادر أكيد الفريق الوطني المغربي يعني ويحتاج الفريق الوطني المغربي إلى مرحلة جديدة من البناء ربما ستكون غالبا مع مدرب آخر. أستاذ محمد أمين موقع سبورت المغربية بشكرك شكرا جزيلا، هارد لك للمنتخب المغربي وإن شاء الله خلال الفترة القادمة المنتخب المغربي يعوض في تصفيات كأس العالم الدوحة 2022. لكن نجح مشيل